على كل حال انا عايزه اروح معاكي برضو لمباراه مهمه والمنتظره، واللي ما كانتش مفروض ان هي الاحب ليهم، يعني المغرب كان يتمنى ان هو ما يواجهش اسبانيا يعني في المباراه النهائيه، لكن اللي حصل ان المغرب واسبانيا هيتواجهوا. انا اشعر ان المغاربه او العرب اللي بيشجعوا المغرب عندهم ثقه شويه في المغرب، لان اولا الركراكي رجل يعني اكثر من رائع، مدرب رائع جدا، قادر يفهم وقادر يعمل نغمه او تناغم حلو جدا بين اللعيبه على الارض، قادر ينتهز الفرص، قادر ان هو يسجل في سرعه، فبجد مدرب متالق. دي نقطه. النقطه الثانيه ان اوريدي المغرب فازت على اسبانيا قبل كده يعني، وكانت نتيجه كويسه، فبتشوفي الماتش ده ازاي ممكن ان هو يكون مجريات الأحداث فيه؟ خلينا نقول من الأول كده، المغرب كانت إحدى مفاجآت المونديال. صح، مفاجآت المجموعة بتاعتها كانت من أصعب المجموعات بالنسبة للمنتخبات العربية. المغرب كانت أصعب مجموعة، كانت معاها بلجيكا، كان معاها كرواتيا، وكان معاها كندا. بلجيكا المصنف الثاني على العالم، وكرواتيا وصيف مونديال نسخة 2018. فبالنسبة لها المباراتين دول كانوا صعبين جدا، وهي خدتهم الاثنين ورا بعض. يعني كان ترتيب المباريات هتلعب كرواتيا، هتلعب بلجيكا، هتلعب كندا. فكان اكثر المتفائلين يعني انه نحاول ان احنا ناخد المنتخب المغربي، يعني يقدر ان هو ياخد نقطتين بتعادلين من المنتخب ده والمنتخب ده، ويكسب مباراه كندا. لكن المنتخب المغربي فاجئنا كلنا الحقيقه، ان هو قدر ان هو يتعادل مع كرواتيا في اول مباراه، كسب بلجيكا في ثاني مباراه، وقدر ان هو يكسب كندا في المباراه الاخيره. ومش يصعد بس، لا ده يصعد اول مجموعه على وصيف نسخه 2018 وعلى بلجيكا المصنف رقم 2 عالميا. فده كان مفاجأة كبيرة جدا جدا لينا كعرب يعني، بالنسبة للمنتخب المغربي. سوء حظه ان هو هيقابل اسبانيا في دور ال 16. توقعاتك ايه بقى للماتش ده ولكل ما هو قادم للمنتخب؟ المباراة طبعا هتبقى صعبة جدا جدا، مش مباراة هينة. سكواد منتخب الاسباني قوي جدا، اسبانيا من الفرق اللي حسمت التأهل بتاعها، يعني يعتبر نقول ان كانت ضامنه التأهل بشكل كبير. على الجانب الاخر المنتخب المغربي، لا اسكواد المنتخب المغربي برضو تقيل، زي ما نهاوند قالت مدرب منتخب المغربي وليد الركراكي، هو مدرب صغير لسه 39 سنه، ما عندوش خبرات في كاس العالم، لكن عامل حاله حلوه لغايه دلوقتي جدا يعني جدا زي جدا. هو بدا كان بدا مشواره اصلا في الفتح الرباطي المغربي، وبعد كده بعد فترة قدر ان هو ياخد معاهم كاس، بعد كده راح الوداد واخد معاهم دوري وكاس، وطبعا اخد معاهم افريقيا على حساب الاهلي للاسف يعني. لكن قدر ان هو زي ما قلت يا كريم، ان هو يخلق حالة جيدة جدا جدا داخل معسكر المنتخب المغربي. استفاد كمان من عودة حكيم زياش، نصير مزراوي، كان ما كانش مفهوم استبعادهم اصلا، كان غير منطقي، ما كانش مفهوم. وهما كانوا كمان اعلنوا موقف بشكل رسمي ان هم مش هينضموا للمنتخب المغربي، ومش هيمثلوا المنتخب المغربي طول ما كان وحيد خليل وزيتش كان موجود في على راس الجهاز الفني لاسود الاطلس. الامور يعني كان لازم ان هي تتنحى جانبا لمصلحه المنتخب المغربي. ما هو يعني الامور كلها ما كانتش معلنه يا نهاوند، بس واضح ان كان الخلاف كبير جدا. لانه حتى كان في وقت من الاوقات كان خليل وزيتش كان اعلن انه حتى هو مش هيحاول ان هو يتصالح معاهم، او ان يحصل زي تقريب لوجهات النظر، بحيث ان هم يرجعوا ينضموا. وبعدها هم طلعوا اعلنوا الموقف ده بشكل رسمي.